هل يمكن ان يشبه الله باحد من خلقه كلا فالله تعالى متفرد باسمائه وصفاته فتوحيد الاسماء والصفات هو اعتقاد انفراد الرب جل جلاله بالكمال المطلق من جميع الوجوه بنعوت العظمه والجلاله والجمال التي لا يشاركه فيها مشارك بوجه من الوجوه وهو تنزيه الله تعالى عن النقائص والعيوب ومماثلة الخلق فيما هو من خصائصه قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ففي قوله ليس كمثله شيء رد للتشبيه والتمثيل وقوله وهو السميع البصير رد للإلحاد والتعطيل وأسماء الله تعالى كلها حسنة بالغة في الحسن غايته وصفاته كلها صفات كمال وافعاله كلها حكمه ومصلحه وعدل ورحمه واسماء الله وصفاته توقيفيه فلا نثبت لله تعالى من الاسماء والصفات الا ما دل الكتاب والسنه على ثبوته فنثبت لله تعالى ما اثبته لنفسه كالعلم والحكمه والسمع والبصر وننفي عنه سبحانه ما نفاه عن نفسه كالموت والنوم والعجز والنسيان والأسماء والصفات معلومة المعنى مجهولة الكيفية فقد سئل الإمام مالك عن استواء الله على العرش فقال الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة والإلحاد فيها شرك كأن يشتق منها أسماء للأصنام كاللات والعزة أو يسمى الله بغير اسمه كتسمية النصارى لله بالأب وكتفريغها من معناها. فمن آمن بأسماء الله وصفاته عمل بمقتضاها، كمن آمن بأن الله عليم فأخلص لله في السر والعلن، وآمن بأنه حكيم فاستسلم لشرعه. وهكذا، ومن وحد الله بأسمائه وصفاته دعاه بها. قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وذروا الذين يلحدون في اسمائه سيجزون ما كانوا يعملون